تسلم عليك خويا. بدات تدخل النعجه. النعجه الاخوان. تشوفوا تبارك الله هذا الخير. الجوه كسابه رغم الجفاف رغم قساوة يعني الظروف الطبيعية. تشوفوا هذا المنتوج الرباني اللي بفضل التقطير ديال الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز وبفضل يعني الإرادة والمجهود ديال الكسابة والطاقم التقني والطاقم الإداري ديال الجمعية عمل كبير باش نشوفوا هذا الثبات في العطاء رغم الظروف رغم قساوة يعني الطقس يعني والمشاكل المناخية اللي تعيشها بلادنا وتعيشها العالم بأسره تنشوفوا نتائج كبيرة وكبيرة بزاف. الحمراء 2020 الصفراء 2018 الصفراء 2021 دورة صح 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 إخوان كسابة الله يخليكم ساعدونا باش تستمر اللجنة في العمل ديالها. كل كساب يتواصل مع الإخوان باش نوصلوا خروفات لبلايصهم. اللجنة راه واقفة حاليا تنتظر الخروفات يخرجوا من حلبة التباري. الله يجازيكم بخير. حاولوا تساعدونا باش يكمل هذا العمل هذا ويكون تتويج باقي الأربعة ديال الخروفات يعني أربعة ديال الكسابة خصهم يتواصلوا معنا. Thank you.
أما المتبقي هذه الأثناء دائما تذكروا لأننا في إطار فعاليات مهرجان تشرين سلالة تبديت انطلاق أشغال لجنة انتقاء لاختيار أحسن نعجة من نعاج المشاركة في المسابقة 14 نعجة اللي تتمثل 14 كساب من النخبة كل واحد على رأس التجمع اللي تم اختيارهم أو تصنيفهم بعد من طرف اللجنة 14 تجمع مشاركة من أصل 53 تجمع لتأطروا سلالة سم حدايته سلالة سم حدايته اللي تعتبر أنها هي التي تمثل أكبر قطاع على الصعيد الوطني سلالة سم حدايته اللي مأطرة من طرف الجمعية الوطنية المر في الأغنام والماعز في إطار برنامج ديال تحسين النسل اللي تتشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات سلالة تيم حديت اللي تتعرف واحد تطور مهم على صعيد الإنتاجية سلالة تيم حديت اللي اليوم الجمعية الوطنية للمر بالأغنام والماعز ووزارة الفلاحة وصلوا أنهم في المراحل الأخيرة من أجل الاعتراف بالبيان الجغرافي الخاص يعني إي جي بي تيم حديت تذكر بأن الجمعية الوطنية للمر بالأغنام والماعز حاضرة بالكسابة ومع الكسابة بالأطور التقنية والإدارية من أجل إنجاح فعاليات هذا المهرجان مهرجان تشبيه سلالة تيم حديت منطقة تيم حديت 14 كساب تبارة من أجل اختيار أحسن خروفة ولا أحسن خروفة تم اختيارها دابا اللجنة تختار أحسن نعجة 14 نعجة من النعاج غيختاروا لنا رقم واحد رقم جوج رقم ثلاثة تذكر بأن الجمعية الوطنية للمر بالأغنام والماعز حاضرة بتكوين ديالها وإشرافها على أنها تكون ولاد الكسابة وكل المهتمين بقمع تربية المواشي ناشئة تقدر تستافد من مجموعة من التخصصات في التكوين في تقنيات تربية المواشي وتسمين المنتجات من طرف الجمعية الوطنية في إطار شراكة مع القطاع العام الممثل في وزارة الفلاحة بعد إحداث بعد التكوين في تربية المواشي هذا التكوين أو هذا المعهد دكتور جانون خبير في تنقيب عن السلالات الوطنية الجمعية الوطنية للمر بالأغنام والماعز واحد العداد من الأطر
بياطره، تقنيين، اداريين، عمل مهني كبير لجميع اقاليم المملكه. اكثر من 163 تجمع، 53 تجمع ترسل الى تيم حديث، اكثر من 16000 معلوماتيه مطوره من وطوة تقنية الجمعية من أجل مسايرة العصر ومن أجل تفعيل عمل الجمعية الوطنية في أغنام والمعازم في إطار واحد المهنية في إطار واحد السلاسة. اليوم كاين برنامج اللي تيشتغلوا به الإخوان تعتمد على المسطرة والعبار ونقاط محددة مسبقا من أجل تحديد أو تصنيف رتب الكسابة والكسيبة ديالهم، تحددوا الرقم واحد، رقم جوج، رقم ثلاثة، مجموعة من المعايير التقنية الخاصة بسلالة البيت، منها الطول، منها العلوم، منها الرأس، منها القامة، منها الصوف، من الشكل الخارجي، من الوزن، كذلك معلومات جينية تقنية دقيقة التي عرفوها التقنيين. غادي يبقى معنا بعد لحظات الدكتور جانو عبد الرحمن من بعد ما ينتهي من عملية تحديد الرقم واحد، رقم جوج، رقم ثلاثة، غادي يكون معنا باش يقول لنا ويحدد لنا ويعطينا معلومات حول سلالة سيف حديث وحول عمل الجنة. الحيرة ثم الحيرة، ولكن في الأخر المسطرة هي اللي تتحكم. واحد، جوج، ثلاثة، شكون هي عروسة المهرجان؟ عروسة المهرجان اللي غادية تحط الوسام في صدر صاحبها. من تنقولوا النعجة فتنقولوا الاستمرارية، فتنقولوا الأصل والأرضية الصلبة اللي غتنتجليك الحولي واللي غتنتجليك الخروف واللي غادي تعطيك وسام بطل مهرجان تتميز سلالة تاتي وحديت. دائما هذا العمل هذا كاين في إطار فعالية مهرجان تتميز سلالة تاتي وحديت بمنطقة تاتي وحديت إقليم إفران منطقة الأطلس المتوسط الجبال الشامخة. لدينا اليوم على أرض الواقع كاين أمل وإدارة ومؤسسة سميتها آنوك اللي حاضرة. أي حاجة ممكن تكون تقدر ترجع بالنفع على الكسيبة وعلى الكسابة. اليوم تباري بين أبطال التجمعات، يعني كاين عندنا 53 تجمع صنفوا وعطاونا 14 تجمع أقوى ولا البطل في كل تجمع هو اللي حاضر معنا اليوم. عندنا 14 تجمع عطاتنا أحسن كساب من النخبة. دائما بإطار فعالية المهرجان، مهرجان تسمية سلالة تاتيم حديتيا منظم من طرف الكسابة، الكسيبة المؤطرة، تنشطو هاد المباراة هادي. اللجنة وصلت لمراحل متقدمة من أجل تحديد رقم واحد، رقم جوج، رقم ثلاثة. غادي يعطيونا التنقيط، غادي تشاركوا معكم في التنقيط. بارطاجيو معنا اللايف الإخوان، هنا الإخوان غادي يعلنوا على نعجة رقم واحد ورقم جوج ورقم ثلاثة. الله يسخر الجميع.
اللي تجيكم اللجنه واقفه على خروفات بهذا الشكل، تعرفوا بان ما بقى ليهم الا يديروا رقم 3 اللون الاخضر، رقم 2 اللون الازرق، والرقم 1. اسمع اسمع الاخوه، اسمع اسمع، رقم 3 هي الخروفه ولا النعجه، رقم 19024، واللي حصلت على البطاقه 83. بالنسبه للخروفه او النعجه رقم 2 هي 21015، وحصلت على البطاقه 91. شقت حاره عليه. والرتبة رقم 1 نجا 20-01-36، تحصلات على فقير 95. جهد كبير، شكرا الإخوان. سي جانون دكتور اجي تفضل معنا، الله يخليك دكتور جانون. بغينا نعرفوا تعطينا شنو كانت تدير اللجنة، شوية نشوفكم يعني فايدين في العمل ديالكم، إذا ممكن تعطينا كيفاش تصبح اختيار، شنو الأمور اللي اختاريتوها، وعطينا التصور على العمل ديال اللجنة في إطار تقنية جديدة. أحسن، أحسن، أجي أجي، خدمنا التحية. غادي يسلم عليكم قبيلة. شي واحد. سميتو عبد الرحمن. هذا أخو عبد الرحمن. المهم اخوان، مرحلة ديال الخروفة دازت، خروف ومرحلة ديال النعجة دازت، مازال ان شاء الله الخروف عرى والحلي، الله يسخر الجميع.